السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غدا نشويو اللحم ديال الخروف، وقلنا نتشاركوا معكم الوصفة. وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتو لخديجة في الفيديو ديال المقبلات، كنشكركم بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير. وصافي خديجة هي اللي تقدم لينا الوصفة اليوم. بسم الله خديجة. دوري كنسلم على الناس وكنبارك لهم هاد العواشر والله يرزق الصحة والسلامة للجميع، واللي مريض الله يشافيه. امين يا ربي، بارك الله فيك. يلا بسم الله. يلا بسم الله نتوما. غتوجدي الشرموله هي الاولى ياك. بسم الله. وقيلا نجيو لهنا يا يلا هاجي شويه سكينجبير، الزنجبيل ملعقه، تاخدي ملعقه و ندير جوج جوج ملعقه تاع قد الكركم ملعقتين خرقوم بلدي، كركم هو الكركم، هذا قزبر يابس ندير معلقه وشويه تحميره، فلفل احمر درتي ملعقتين، ملعقتين تمام، البزار غندير ملعقه شويه بركه تاي طيب، فلفل اسود الفلفل الاسود والملح كيبقى على حسب الذوق. الكمون شحال؟ ندير ملعقة، ملعقة ملعقة شاي، وغندير شوية الماء، الماء باش غتخلطي باش غنخلطي صافي. هنا كاس كوب ماء باش خلط، باش خلط هاد التوابل. صافي غادي تبداي تشرملي دابا اللحم، لحم الخروف. بسم الله بسم الله. وهنا من قبل شرحتيه من قبل كيفاش؟ من قبل باش درت افتتاحات بالموس ياك، باش ندير الثوم. غنغرس الثومه هنايا في الثومه، ها هي وجدتها هنايا، لان عرفتوا اللحم ديال الخروف كيكون مجهد شويه صفر، خاصو شي حاجه اللي تهرس ليه ديك الزفوريه ديالها. صافي دابا كتحاول توصل لي هذيك الشرموله كله في اي ماء، يعني تعمروا مزيان بالشرموله، دهنوا مزيان كيف كتشوفوا، وتقدروا تزيدوا حتى الزعفران الحر. الزعفران باقي ما جابوش لينا، كنتسناو فيه، داكشي علاش غن اللي غادي يوصل غدا نحاولوا نضيفوه. صافي غتستمر بهاد بنفس الطريقه حتى غادي تشرملو مزيان ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو بقيه ديال المراحل ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا الناس، من بعد ما شرملات الخروف اللحم ديال الخروف كامل، دابا انتما ها هي دارت افتتاحات ياك خديجه وكتدخلي فيهم، كندخل فيهم الثومه وديك العريشات ديال اليزير، غير هاد الوريقات هادو انا قطعتو بحال هكا، وخصهم يدخلو باش هانتوما الزير هو اكليل جبل بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا على على المقادير باللغه العربيه، هو اكليل الجبل والثوم. الثوم خصها تدخل هي واليزير، يدخلوا في اللحم مزيان دوك التقيبات، وحده تدفع مزيان حتى قد ما غرقوا في اللحم قد ما مزيان قد ما كيطلقوا البنه. وباش يجيو نيت داك الثومه كتذوب كتولي بحال الزبيده. فعلا كتعطي المذاق، وازير حتى هو سوربريز لداخل. صافي تبارك الله عليك. صافي كل شيء دابا الحوت وحده كتموت على الحوت. المهم الخروف كله غدير ليه نفس الطريقه، كله غتفتحو غتدخل فيه ازير
و الثوم. تلاقاو ان شاء الله من بعد. هانتوما البنات كيف كتشوفوا راه الثوم كتدخلو تما كيبقاش يبان، شفتوا ما بقاش كيبان لان فاش كيطيب عي كيطيب كيخرج، الا خليتوه باين كيخرج ليكم وما كيعطيش المذاق مزيان في اللحم. وهنا نتوما خدات السمينه، دابا غدهنوا بالسمينه. السمن اللي غدهن به ماشي مجهد، يعني باقي جديد يلا. الا كان عندكم السمن مجهد خلطوه مع الزبده باش يجيكم رطيطه، ولا زيت البلديه نتوما على حسب. ما في الصراحه الحواله مع تيكون فيهم خروف، مع كيكون فيه ليدام كيكون فيه الشحمه، الاحسن واحد ما يكثرش بزاف ليدام. بصح هو السمن الزبده ولا السمن عيب باش يرطبوا، وفي نفس الوقت البنه يعطي المذاق شي على البنه هذاك الشيء اللي كاين صافي. المهم دابا غدهن، غندخل حتى السمن من التحت وكلشي، يعني ندهنو كامل بالسمن ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش ما نطولش بزاف الفيديو. صافي هنا كيف كتشوفوا البنات، خديجه كتغطي فيه، كتغطي في اللحم، غتغطي حتى هذا وكتدخلي الفران. يكون كيفاش يكون؟ يكون سخون بارد الفران بحال طيب الخبز. اييه سخون سخون شويه واحد 10 دقائق، وعاد باش تدخل لاطون هكذا. انا دخلها بعدا خصني نغطي غنزمتو بهاد الطابي الومنيوم، ما خصوش يكون منو اللحم. ضروري نبدا الطابي كويسون وعاد باش نغطي الطابي الومنيوم من الفوق باش يتزمت يقاد ليا يطيب مخنوق الي توفي. لا كيف ما كتشوفوا البنات عندي غنوجدوا واحد مقبله، وفي نفس الوقت صلصه نقدروا نرافقوا بها اللحم. هنا عندنا الفلفله مشويه، تقدروا تاخذوا اما الخضراء اما الحمراء. المهم حنا عندنا هنايا الخضراء غدا شويتها كيف كتشوفوا، وغدا ندوزها هنايا في هاد الطحانه هذه، ومن بعد غدا نتلاقاو باش نكملوا بقيه ديال المقادير ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا البنات صافي، انا دابا طحنتها غنديها دابا تشحر في المقله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنا عندي الفلفله، غادا نشحرها مع الثومه حتى تنقص حتى ما يبقاش فيها الماء، عاد غنزيد ليها التوابل الاخرين. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما نشفات هذه الفلفله غنزيد ليها انا شويه ديال الفلفله حاره، زدت ليها من قبل الملح، غنزيد شويه ديال الكمون صافي. كيف كتشوفوا هنا زدت ليها شويه ديال الفلفله حاره، شويه ديال الكمون والقزبر ومليحه صافي. دابا ها هي وجدات، زيت الزيتون ضروري من زيت الزيتون صافي. وها هي الصلصه او شليضه ديال الفلفله صبحات واجده. هنا خديجه بدات كدير واحد المقبله ديال القرعه، القرعه الخضراء الكورجيت، حكيتيها ياك خديجه؟ حكيتها درت معها شويه زيت العود شويه الملح صافي صافي. دابا تخليها حتى تنشف، تنشف ايوا، غنزيد لها الحامض مصير اياه، شويه القزبر ومعدنوس صافي، وشويه الكمون صافي. هادو هما المكونات صافي. بعد ما تشحر خديجه شنو غديري؟ تزيدي دابا نزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس اياه، شويه ديال الثوم اياه، والحامض مصير طحنته هكاك يكون مطحون، يكون مطحون كما هذيك القرعه تحس مع باسله. يلا تشرب داك لو سوك ديالو تحمض. تحمض دابا هذه قرعه محمضه. قرعه محمضه وغت درتي زيت العود؟ درت زيت العود وضب فيها فاش زيت الزيتون شحات ماشي تسلقناها ولا شي، مشكوكه مشحره في زيت العود ومليحه والملحه خاصنا وحده ترد البال حيت الحامض اصلا هو مالح ما تقويش الملحه في الاول. هاكا تعاد دير الفحم الحامض ديرو عاد باش تريق الملح صافي. دابا وجدات لك السلطه، يلا ندوزو دابا السلطه
المواليه ان شاء الله. دابا غتوجدي سلطه ديال الباربا، كيفاش كديري لها انت طريقتك؟ الباربا كنسلقها اييه ونقطعها ونتيدي اييه وكنزيد معها الصلصه مقطعه وتيدي حتى صغيره هاك ايوا وشويه الكزبره والمعجون. اذا بالنسبه للباربا راه كاينه واحد الطريقه زوينه ديال الطهي ديالها، تقدروا تلفوها في الورق وتطيبوها في الفران وتقطعوها قطع صغيره، ومن بعد كتاخدي البصله كتقطعيها قطع صغيره ها وكتزيدي ليها القزبر والمعدنوس، شويه ديال القزبر والمعدنوس مليحه شويه الملح اييه ملحه تقدري. انا ما كنديرهاش الصراحه، ما كنديرهاش، كندير شويه زيت العود طايره ما كندير حتى البيس ما كديريش حتى الفلفل الاسود والو هكذا حتى حاجه ما كنديرش معاها لي زيت بيس غير ما كديريش العطريه لا غير قطيره قطره زيت العود شويه صافي. اذا المكونات ديالها هي القزبر والمعدنوس بصيله مقطعه رقيقه والباربا صافي، وما كديريش الحامض لا لا حامض لا حتى حاجه. هذه هي لا صالات ديالي صافي، كنديرها على هكا ما فيها ما كنديرش الملحه حيت كطيب هذا ما كنديرش الملحه هي اصلا حلوه. كتسلقيها بالملحه بلا ملحه بلا ملحه بلا ملحه البصله كنقطعها نشوها رقيقه والقزبر والمعدنوس نخلطهم بثلاثه وزيت البلديه صافي داك الله يعطيك الصحه. والكمون ما كاينش؟ غادي ندوق ندوق بلاتي سمحوا لي غندوق لانني ما كنعرفهاش هاد هاد السلطه. بسم الله بنينه والله الا كتجي بنينه. هذيك البصله مع هذاك كتبقاي تحسي بلا ايبيس بنينه بلا ايبيس كتحسي اكثر بالمذاق ديال البصله والمذاق ديال القزبر والمعدنوس سبحان الله. ها انتم البنات غدا نوجد هاد السلطه ديال الخيزو. الطريقه كيفاش غدا نحضروا اليوم، غدا ناخذ كاس ديال الماء صغير ديال الشاي، وغدا ناخذ مليحه صافي وغنشعل عليه وغدا نخليه حتى غادي يطيب، وغدا نزيد ليه ان شاء الله التوابل صافي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما نشف مزيان هاد الخيزو دابا غنزيد فيه الثومه، ثومه محكوكه، وغادي نزيد حتى الحامض المصير، غنزيد زيت الزيتون كتشوفوا معايا زيت الزيت البلديه، وغادي نزيد دابا القزبر والمعدنوس. غير القزبر بوحدو يقدر يوفي بالغرض. كيف ما كتشوفوا معايا زدت زيت الزيتون وزدت الكمون وشويه ديال الفلفله حاره، غدا نشحرهم واحد شويه صافي، وغدا نرشهم باللوز، من الاحسن يكون اللوز يعني محمر صافي، وكتصبح السلطه ديالنا واجده. شوفوا زدت اللوز صافي، يكون هذا هو الشكل النهائي ديال المائده الاولى اللي حضرنا، صورت لكم بسرعه سمحوا لي بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف شفتوا مقبلات بالطريقه ديال خديجه والفلفله اللي كتجي لذيذه بزاف، هذه كلشي كتعجبو. نتمنى ان شاء الله كلشي جا بصراحه لذيذ، نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات ويعجبوكم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد باجمل المتمنيات، عيدوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله.